اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن بالم بيتش الغردقه، وده يعتبر واحد من اشهر الفنادق الاقتصاديه او المتوسطه اللي موجوده في الغردقه. الفندق 4 نجوم صف اول على البحر مباشر في منطقه الاحياء، والمنطقه دي موجوده في مدخل الغردقه بعد الجون على طول. فالفندق يعتبر مناسب جدا لاي حد ما بيحبش الزحمه وعاوز يقعد في مكان هادئ وبعيد عن وسط البلد. الفندق فيه انواع كتير من الاوض، ودي واحده من الاوض الجاردن فيو. كل أوضة طبعا فيها الأجهزة العادية زي شاشة التلفزيون وتلاجة المينيبار والخزنة والكتل، لكن السلبيات اللي أنا شفتها في الأوضة إن الفرش والديكور قديم شوية ومحتاج يتظبط أكتر. بالنسبة للوجبات فالفندق بيقدم وجبات بنظام فول بورد سوفت أول إنكلوزيف، يعني شامل الإفطار والغداء والعشاء والمشروبات وسناكس بين الوجبات. وبالنسبة للجودة والتنوع بتاع الأكل فهو متوسط. بالنسبة للشاطئ بتاع الفندق فأنا شايف إن هو الأفضل في منطقة الأحياء. شاطئ رملي وفيه موج خفيف كده، كنت حاسس منه إن أنا في اسكندرية. في المجمل انا شايف ان الفندق متوسط في كل حاجة، لكن انا شايف ان هو الافضل في شريحته السعرية، ولما تيجي تقارنه مثلا باي فندق قريب لسعره زي مثلا مجموعة هواي هو يكسب طبعا. بشكركم جدا على المشاهدة، وللحجز والاستعلام برجاء التواصل واتساب على الرقم اللي موجود في صندوق الوصف. ولو انت استفدت من الفيديو وشفت بعينك مستوى الفندق فياريت تدعمنا بلايك واشتراك علشان نطور من نفسنا ونقدم صورة افضل ان شاء الله.